نشوف هنعمل ازاي الشوربة بتاعتك اللي عندك دي. الشوربة الحلوة دي. الشوربة عندي قرع عسل متقشر، عندي جزر، عندي بصل، عندي كمان شوية من الزيت والزبدة، وعندي كريمة، وعندي في الآخر هضيف كمان زبدة، وهضيف شوية ملح، شوية فلفل، ومكعب مرق. هعمل إيه؟ زي ما أنت شايف كده المادة الدهنية، زيت وزبدة، وأروح جاية ضايفة أول حاجة إيه؟ الجزر. بيحتاج الجزر ضرب نار. واروح حاطه بعده، بعد ما اقلبه مع بعض مع الماده الدهنيه، احط قرع العسل اللي انا مقشراه. بص التفاصيل، اروح حاطه القرع، اروح حاطه كمان البصل، واروح ايه سايباهم مقاديرك معاكي بتاع شوربه الايه قرع العسل. ايه الاخبار؟ واروح جايه مغطيه عليها. كل تفاصيلك قدامك اهو. وادي المقادير على الهواء بتاعت ايه؟ شوربة الايه؟ قرع العسل. المقادير معانا على الهواء يا جماعة، اللي حابب ياخد مقادير شوربة العسل قرع العسلي موجودة عندنا على الهواء، تقدروا تصوروها. يا تفاصيلك. أسيبهم كده بدون ما أضيف لهم مية، يعني ياخدوا ويدوا مع بعض الايه؟ البصل والجزر وقرع العسل. تمام.